اهلا بيكو. المحاضرة بتاعتنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم مع الشباب والبروفيشنالز اللي ما تعملوش قبل كده مع البرزنتيشنز، ما عملوش برزنتيشن قبل كده. طبعا كلمة برزنتيشن عادة بتبقى مقرونة بكلمة باوربوينت، باوربوينت برزنتيشن، بس الحقيقة باوربوينت ده اسم برنامج اللي عاملاه مايكروسوفت وبينزل مع مايكروسوفت اوفيس. هنتكلم في المحاضرة بتاعتنا النهاردة عن البرزنتيشنز باستخدام حاجة اسمها ليبرا اوفيس. ليبرا اوفيس برنامج ببلاش، مش محتاج تدور على النسخة الكراكد بتاعته او تدفع مبلغ كبير في انك تشتريه. ادي صورة من الاعلان بتاعه. الليبرا اوفيس بنسميه اوبن سورس سوفت وير وهو ببلاش، ما تقلقش نفسك في المسميات دي، بس دور على كلمة ليبرا اوفيس وروح على جوجل واكتب ليبرا اوفيس وشوفه واعمل له داونلود. لما تعمل له داونلود وتعمل له سيت اب هيظهر عندك على الديسكتوب الايكون ده. الايكون ده بتاع الليبرا اوفيس، هتقدر تفتحه وتبتدي تشتغل على ليبرا اوفيس. احنا ان شاء الله عايزين نشتغل على برنامج اسمه ليبرا اوفيس امبرس، بينزل مع ليبرا اوفيس وهو ده اللي هنعمل عليه البرزنتيشنز بتاعتنا النهارده. فالمفروض اللي مطلوب منك دلوقتي هو ان انت لو ما عندكش ليبرا اوفيس على الكمبيوتر بتاعك هتروح على جوجل وتكتب ليبرا اوفيس، هيوديك على الويب سايت تعمل داونلود. داونلود هياخد شويه حسب سرعه الانترنت عندك شكلها ايه، لكنه اصغر بكتير من المايكروسوفت اوفيس. وبعدين هتروح مكان ما نزلته وتعمل عليه دبل كليك وتعمل له سيت اب وتشغل. بعد ما تعمل له سيت اب قلنا هيظهر عندك ايه الايكون ده على الديسكتوب، وهتلاقي الايكون ده في المنيو بتاع الستارت، منيو بتاع الويندوز عندك لو انت شغال على ويندوز. لو شغال على لينوكس بروبابلي ده يعني اغلبكم مش شغال على لينوكس، اوريدي لينوكس بينزل معاه ليبر اوفيس على طول. فاعمل بقى الموضوع ده وبعدين وقف الفيديو يعني طبعا، واعمل الموضوع ده وبعدين بعد ما تعمل السيت اب تعالى ونبتدي نشتغل مع بعض على الليبرا اوفيس ان شاء الله.